وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هن، والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفات من ايست تيمور او تيمور الشرقيه. واول حاجه هنعملها مع بعض هتكون سلطه فواكه من تيمور الشرقيه، وتاني حاجه هتكون بودنج جوز الهند. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه من تيمور الشرقيه، ومقادير الفروت سالاد هتكون 2 برتقان شرائح، 2 مانجو مكعبات، 1 بطيخ مكعبات، 3 موز شرائح، و2 كوب عنب بدون بذر. وعندنا الدريسنج 2 فلفل اخضر حار، 1 معلقه كبيره سكر بني، و2 معلقه كبيره عصير ليمون. وبالنسبه للتوبينج هتكون كريمه مخفوقه وسوداني. نحضر الدريسنج، هنحط الفلفل، والسكر، والليمون، وهنضربهم مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الدريسنج جاهز. دلوقتي هنجيب كل انواع الفاكهه اللي عندنا هنحطهم مع بعض في بول. حطينا العنب، البطيخ، المانجا، البرتقال والموز. هنجيب الدريسنج اللي خلطناه هنحطه عليهم. نقلبهم علشان نوزع الدريسنج ونخلط كل أنواع الفواكه مع بعض. دلوقتي أجيب طبق التقديم، هنحط الفواكه في طبق التقديم. هنجيب الكريمة المخفوقة وهنضيفها على الفواكه. وهنجملها ب السوداني. وبكده نكون خلصنا أول وصفة من تيمور الشرقية، ويا رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفة الثانية. أهلا وسهلا بكم. نعمل تاني وصفة من تيمور الشرقية اللي هي بودنج جوز الهند. ومقادير البودنج بالنسبة للكاراميل عندنا 1 كوب سكر، والبودنج هيكون 1 كوب سكر، 8 بيضات، نص كوب كبير أو نص كوب دقيق، أنا آسفة، وواحد كوب حليب جوز هند. والتوبينج عندنا ربع كوب جوز هند محمص شرائح.
هنعمل الكراميل. هنحط السكر على النار. وأول ما يجهز هنحطه في القالب اللي هنعمل فيه البودينج. لما بنعمل السكر كراميل بالطريقة دي بيبقى أسرع كتير، بس لازم نخلي بالنا لأنه ممكن يتحرق بسرعة قوي، فلازم نفضل نقلب الحلة بالشكل ده. اوكي، لحد السكر ما يجهز أنا عايزة أسخن حليب جوز الهند. هضرب البيض والسكر والدقيق مع بعض. اوكي، كراميل كده جاهز، هنحطه في القالب. هنضرب البيض والسكر مع بعض. وهنزود الدقيق. دلوقتي هناخد حليب جوز الهند ونحطه مع البيض. نقلبهم مع بعض وهنحطهم فوق الكراميل. وبعد كده هندخله الفرن طبعا مع حمام مائي على درجة حرارة 150، وهيقعد في الفرن حوالي نص ساعة، ولما يطلع هنذوقه بشرائح جوز الهند المحمص. وده بيكون شكل بودينج جوز الهند، وبنزينه بجوز الهند الشرائح المحمص. وبكده نكون خلصنا وصفات تيمور الشرقية. يا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم مع بلاد جديدة في حلقات جديدة. على خيرة الله إن شاء الله.